السلام عليكم، معكم الدرقاوي ياسر رئيس مكتب طلبة الطب الرباط وعضو في اللجنة الوطنية طلبة الطب طب الأسنان والصيدلة. كما كتلاحظوا اليوم كانت انطلاقة ديال الأسبوع الغضب اللي سميناه حنا كلجنة وطنية. انطلاقة بدات بأول إنزال محلي، وقفة محلية في باب الحد ديال الطلبة ديال كلية الطب والصيدلة بالرباط. هادشي جا إثر هاد المعركة النضالية اللي كنخوضوا دابا أكثر من 7 أشهر. الامتحانات تمت مقاطعتهم بنسبة ديال 95% على الصعيد الوطني، وباقي تيتقاطعوا كل يوم في مدينة مختلفة بنفس النسب، يعني ما الناس ما كتحضرش. الصراحة هادشي يؤسفونا، لأن كما شفتوا الميساج اللي كاين هو أن واش سنة بيضاء مشروع حكومي ولا فشل وزاري. حنا كنبرئوا راسنا من هاد السنة بيضاء لأن درنا اللي علينا. حاولنا اننا نديروا بعض لي كونسيسيون، بعض التراجعات على بعض النقاط، غمضنا عينينا على بعض النقاط، وبالرغم من ذلك باقي ما كاينش حوار جاد معنا، باقي ما كاينش حلول جاده معنا، الحلول اللي غتحل تسالي الازمه. كانوا بعض الوعود اللي لم يتم الاحترام ديالهم غير ما بين اللقاءات اللي كنا كنديروا مع ممثلين الحكومه، واللقاءات اللي درنا اخر لقاء مع الوزارتين الوصيتين والحكومه ذاتها بحضور السيد الناطق الرسمي المسيو بيتاس. يعني حنا هادشي يؤسفونا، حنا السنه البيضاء ما بغيناهاش، درنا اللي علينا، عمرنا لاباخ الكونترا ديالنا. دابا الدور ديال المسؤولين انهم حتى هما يعمروا لاباخ الكونترا ديالهم، يعطيونا حلول باش نتفاداو السنه البيضاء. لان يعني في الاخر السنه البيضاء راه غتقصح الطالب، ولكن الى اي حد؟ راه سنه في مصير ديال طبيب اللي داخل باش يقرا على الاقل 6 سنين ولا 7 سنين ولا حتى 14 عام، سنه زايده ولا نقصان ما غتضروش. بالعكس، الا كانت غتجود ليه التكوين ديالو في المستقبل راه مرحبا به، الا كنا خصنا نديرو سنه بيضاء. ولكن الخاسر الكبير راه هو الوطن، هو المغرب. وحنا ما بغيناش، حنا كمواطنين مغاربه كنبغيو بلادنا وباغيين ننجحوا الورش الملكي سيدنا، ما غنبغيوش نديرو سنه بيضاء. يعني حنا دابا كنحملوا المسؤوليه السياسيه للمسؤولين كاملين باش انهم يلقاو معنا، باش يلقاو معنا حل. حنا راه ديما مفتوحين للحوار، وهادشي اللي كاين. وشكرا بزاف. السلام، ايمن بلوكي، طالب السنه الرابعه بكليه الطب والصيدله بالرباط. حنايا اليوم كطلبه الكليه ديال الصيدله وديال الطب جينا اليوم تحت عنوان الاحد الاسود في وقفه الغضب، باش ما ناكدوا على ثبوت ديال المواقف ديالنا في واحد النضال اللي استمر منذ ما يزيد عن 200 يوم، يعني حوالي 7 أشهر من المقاطعه المفتوحه، 7 أشهر من النضال بسبب الغيره ديالنا على الوطن ديالنا، بسبب انه ما كاينش واحد التجاوب، واحد الحلول اللي هي واقع يوم الموسم من طرف الوزارتين، وغياب محضر اتفاق الذي يوثق كاع المقترحات اللي دازوا في هذه الاسابيع اللي تمرت. فاحنا اليوم احنا جينا باش معنا نعبروا على الغضب ديالنا، وجينا باش معنا نحاولوا ناكدوا على الاهميه ديال ايجاد حلول في اقرب وقت ممكن، فراه تجنبا سيناريو السنه البيضاء الذي يتم الدفع بنا اليه نظرا لغياب واحد التجاوب سريع، ونظرا لغياب واحد الاجابات اللي هي ملموسه ومقبوله من طرف الطلبه. فراه هما اليوم الى جاوا باش ما انهم يعبروا على الاهميه ديال ايجاد حلول فهذا الشيء فقط غيره على الوطن ديالهم، وحفاظا على جوده ديال التكوين اللي ما يمكنش انها تضمنها بدون الحفاظ على المده ديالو، وبدون الحفاظ على عدد الساعات. وبالتالي فاننا حنا اليوم كنحافظوا على الصحه ديال المواطنين وعلى جوده ديال التكوين ديالنا عن طريق هذا النضال. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العاطف فرزدق، اب لطالبه بكليه الطب والصيدله بكليه الرباط. نحن هنا كاباء جئنا هنا لندعم ابنائنا ونقف معهم في هذه الوقفه التي سطرت داخل اسبوع للاحتجاج وسمي عليه اسبوع الغضب. هذا اسبوع يبدأ اليوم بالرباط، وستكون محطات في كل ربوع المغرب، في مراكش، في الدار البيضاء، في اكادير، في طنجة، في وجدة، في كل المدن التي توجد بها كلية الطب والصيدلة. لماذا هذا؟ لنحتج بقوة مع أبنائنا، ولنقول أولا نحن مع أبنائنا في هذه المحنة، ندعمهم دعما غير مشروط، نحن معهم كل ما يقررونه نحن ندعمهم وبدعم غير مشروط. هذا رقم واحد. الرسالة الثانية، نحن لا نفهم لماذا هذا التعنت من طرف الحكومة؟ لماذا الحكومة ترفض أن توقع محضر تم الاتفاق عليه بينها وبين طلبة كلية الصيدلة؟ لا نفهم. لما تم الاتفاق المفروض أن الطلبة يرجعون إلى الكليات ويرجعون إلى المدرجات ويجتازون الامتحانات ونطوي هذا الملف، ولكن مع كامل الأسف الحكومة ترفض أن توقع هذا المحضر. بالنسبة لطلبة الطب، لا نفهم لماذا حكم على الفوج الذي يدرس حاليا من السنة الأولى إلى السنة الخامسة أن يتكون في الطب في مدة زمنية لا تتعدى 3900 ساعة، في حين أن الأفواج التي سبقتهم
تلقت هذا التكوين في 4500 ساعة، والأفواج حسب ممثل الطلبة التي ستلحق السنة القادمة بكلية الطب ستدرس الطب في 4800، ما بين 4800 و 3900 هناك هدر لأكثر من 20% من التكوين، فهذا الهدر ستكون له انعكاسات على الطلبة وعلى المرضى الذين هما أبناء هذا الشعب. فنحن هنا نبرهن على حدادنا على ما آلت هذه المآلات، ولنناشد العقول التي الرزينة أن تتدخل وأن تحلحل هذه الأزمة. ولكم جزيل الشكر.